في الغريمات، ودي طمة وقنبلة موقوتة. أنوه بس، أنا تنويه وعرض وليس فرض، ما لا علاقة لي. الجمعيات الأهلية اللي بتخرج قروض للسيدات في الشارع المصري كتيرة جدا بفوائد متراكبة متراكمة عليهم، وهنبص هنلاقي في حريم تاني هتدخل السجون بسبب الحاجات ديت، ومش بسبب الجهاز بس على فكرة. يعني ممكن تكون مقيمة مع الزوج وعايشة، عاوزة تحرك حالها، فبتبدأ تجيب 5-6 آلاف جنيه مش قادرة تسد، تشوف جمعية تانية عشان تجيب مش قادرة تسد، تراكمت الديون. يعني فوجئت الأسبوع اللي فات واحدة مديونة ب160 ألف جنيه. لو جبتيهم وبنيتي بيت هنقول جابتهم بنيت بيت. جبتيهم عشان تجوزي بنتك يبقى جابتهم عشان بتجوز بنتها. إنما جابتهم عشان تاكل وتشرب ودين في الرقبة هتتحبس بيهم، دي مشكلة بس إيه حبيت أنوه عنها.